بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم سورہ لیل کی مشق کریں گے. سورہ لیل مکیہ ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کی 21 آیات اور ایک رکوع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والليل إذا يغشى والنهار نون کو پر غور نہ کریں گے. والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما ميم کو پر غنا کریں گے. فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل. یہاں پر بھی گناہ کریں گے میم کو پر، اور اس میم کو پر بھی گناہ کر کے یہاں پر اخفاء کریں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي أَنْهُ مَالُهُ إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى للآخرة والأولى
والأولى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى
وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. تو ناظرین اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. جزاک اللہ.